مع نوحة باصية حسين مدقيزية طاحوا عليا خوتي في الزنقة كل يوم حينقة ما تزعفوش عليا آية في البومبة قاسية ججلي مناصية حي عليا الهدرة كاشية كل شي بالنية على ظهر الغاشية كل يوم ضحية في كل ولاية طيحة في المارشية كل يوم حكاية في شي ومعاية ما تزعفوش عليا حكمة هالجيش لي حكمة أمو عليكم الله يبارك فيك خوي الله يسترك أمو عليكم هيا هيا أخوي هيا قلع قلع طلع طيب وصلنا البوني الله يحفظك ذيك الفرع نزلوا حطها مو في الامار نورمال نورمال اخويا وش من هو عادي من نورمال جايبها لنا السيد يدق في الباشي عادي روح هبطها حطها في الامار ها لا 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 خليها تما خليها تما لا 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 خويا ما نروحش ممنوع يحكم اللي يحب الكوارث اي نورمال صاحبي عادي عادي ما كاينش الامار اخويا لا 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 اخويا من اساس جيب لها كرتون عندك كرتون لا 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 مالي تزيد تموت لي خويا لا 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 ما تقدر تري تبيع لا 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 اعطينا الكرتون هاك كرتون اي نورمال خويا ما نحطش تما خويا ولا ممنوع خويا سبحان الله ممنوع خويا خوفه العباد اصبر اصاحبي سبحان الله انا نقولك ممنوع انت تقول لي كيف كيف ممنوع ممنوع سبحان الله ها البوليس قدامك هم جابوني جابني من الباشي نورمال باشي يا خويا باشي تهز قلم هذه ما تهزش قلم تهز العباد اخويا دي هي نورمال ابو الف طلع انا في الطاكسي نورمال افتح لنا اخويا انا يخلص عليها اخويا يا ونخلص على المعزه ما كانش اخويا حطها في الله مال ولا ربي يسهل اي نورمال دوك نديروا لها كرتون اي مريضه ديجا عندها الزدرة اخويا ربي يسترك ربي يحفظك اخويا نورمال ممنوع اخويا سبحان الله ها ونخلصك عليها ب 30000 اخويا 30000 اخويا ممنوع شي حاجه اللي نحيوا لك واقعد ما نحيولكش اخويا ما نحيولك يا ابن الشمس يا هبط علينا اي نورمال انا صديقي خلينا يا حبيبي نحكي معاك اخويا سبحان الله انا نهضر معاك بالعقليه صاحبي حتى انا نهضر معاك بالعقليه خلينا نروحوا صاحبي ممنوع ممنوع طير المعزة قال لك ممنوع تهز فيها العباد كيف تهز فيها المعزة المعزة نورمال كاين حيش ولدي ممنوع ولدي والله لا هضر معك صح ما هيش تريح اي مليحة والله غير عادي ديروا لها كرتون وحطوها لجيلي في الله مال ما عليهش لا 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 مال لا 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 هذا الرزق تاعي اخويا نخاف تموت لا 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 اطلع اطلع يا دبر راسك معه يا ارواح ارواح واش كاين لا ما تعطيتليش لابوليس لا سبحان الله ياك قلت لك ما تهزش والله ورا تقول لي واش راح يصرى مثلا يا صديقي اني خلصك على المعزه 30000 باش ممنوع افهم مش كيما الباشي كيما الطاكسي سيرفيس واش بيك هي بصح نورمال مول فين يطلعوا حادي خويا يا رواح اخويا يا رواح والله غير تجي يا صديقي واش بيك قلقت اخويا علاش لا فكرتش ما تاخذش الراي اخويا يا صبر نهضروا هضره زينه اخويا علاه ما تهضرش تحطها في الامان نمشي وما تحطهاش في الامان ما نمشيش خلاص شحال تحسب لي اخويا نحطها لك في الامان واش هي 30000 قداه 30000 وحدها ولا معاك اخويا معاك انت ها معاك بصح علاش قلقت يقلقت خطركش حاجه ممنوع ممنوع اخويا بصح ما شفتهاش انا في القانون باللي ممنوع تطلع المعزة في الطاكسي شوف والله جامي شفتها قسم بالله عيطوا اخويا نسقسيوا على القانون معليش اخويا احنا درنا الوجهه اخويا نوصلوا بها هي حطها في الله مالك نوصلك ما قلتلكش ما نوصلكش اخويا برك هو انت والله غير فري وليد فاميلي انت انسان محترم هاك تشوف الطوموبيل هذيك واش فيها الداخل اه واش فيها كاميرا واو واو هاي وهذه هاي الكار سمعت اخويا الله يبارك فيك اخويا السلام عليكم هلا اخويا ما عنديش لا مال ها ما عنديش لا مال
يحطها في لاريير اصاحبي. رايح لي سالمونيا نضيفها الواحد كيف نضيفها الكوزان نضيفها. اطلع واش كاين؟ اطلع عطيك رزق ومن يجيبش نهزك. كيف ما تهزش اصاحبي؟ ما نهز علاه ما تهزش؟ اي نورمال اصاحبي خامش من هز. وش بيه؟ ما تسنيش اخوي يا ابو دراهمي. اي والله ما تهز نهضر معاك. واش كاين؟ نهضر معاك. دراهمي صاحبي راح نخلص عليه راح نخلص عليهم وعليا يا خويا. ايوا علاه نورمال صاحبي واش كاين؟ سيب تهزر سيب. علاش راك تضرب اخويا؟ يخب دراهمي وش بيه؟ ياك قلت لك خلصت يا صاحبي نعطيك كرسي. بس علاش راك تضرب انا؟ انسان زوال يتحقرو هكا. هروح نهضرو. هروح نهضرو. هروح نهضرو هضرو. غني ولا لا؟ هروح نهضرو انت راك ضربتني خويا وهكا وراك رايح. صلي على النبي. صلي على النبي اخويا نهضروا هضره اخويا. خطينا خطينا. اروح اروح كاميرا وقفيه اخويا. اخويا اكتب اسمع اكتب كاميرا. السلام عليكم. هيا 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 العربي السلام عليكم. اهلا اخويا وش راك؟ لاباس رايح روحوا البيطاري البيطاري ديروا بس. ما نروحش اخويا. نورمال نورمال اخويا. ما نروحش. علا ما تروحش واش كاين؟ ما نروحش اخويا. رايحين للبيطاري. وما نخدمش انا حبسني السيد. ها؟ حبسني السيد. يا احنا قلنا له باش تحبس لنا اخويا. روح برك روح. يا ما نروحش عادي نورمال اخويا الله يسترك نعطيك 15000 اخويا. يا ما نروحش ونخدم بلاصه انا نخدم بعيد اخويا. اي نورمال اخويا عادي وصلنا الطريق. يا ودي علينا روحوا معاك. يا قلت لك ما نروحش يا محمد. وش كاين وش يا قلت لك ما نروح. سبحان الله رحم والديه. اي الباشي جابها لنا اخويا نديوها البيطاري. اي الليل كامل ما خلتناش نرقدوا. حطوها جيبها هنا اخويا. تو نورمال جيبها علينا. اطلع اطلع نروح صديق ربي يستر اخويا. اخويا ما تخلص هذا. اي هود اخويا. يا هود علي ربي يحفظك. يا هود خليني نروح نخدم يرحم والديه. هذا هذا هاك اخويا خلصوا كلامك. يا ما نسحقش اخويا سوالف. وش فيك تخلص؟ يا ما نسحقش يا نضيفه وشي ما بيها. راح نضيفه اخويا ده بعيد. شوف لها باش نورمال اخويا والله غير عادي والله غير عادي. اعطيني الصبر هاك اخويا يرحم والديه ربي. والله يرحم والديه. وش كاين؟ انا قلت لك يرحم والديه. اطلع خلينا نروح وراح الحال. الله طلع صاحبي طلع. اصبر اصبر راسي يا يا مريكلا يا عمزة يا عمزة. هذا هيا نبطل أخويا. هلا هاي كاميرا واو واو ليك وي عندك كاميرا ليك أخويا. الله يسلمك أخويا. وش قلقت شوية؟ شوية نورمال هربت بيا نورمال. يا خويا صافي بليزير. كيفاش بالك حوشي اليوم؟ كحلوش؟ اه حوشي خطي هذا ماشي هو كحلوش. ربي يبارك فيك. شو هذه الحلقة راح تجوز ان شاء الله على التلفزيون العمومي الجزائري. دوق الناس راهي تفطر وراهي تشوف فيك. هاي قول لهم صحة فطوركم صحة فطوركم وصحة رمضانكم صحة رمضانكم وما تفوتوش عليه. الله يبارك أخويا. خويا على كل حال هذه الحلقة راح تجوز على التلفزيون العمومي الجزائري في رمضان. دوق الناس راهي تفطر وراهي تشوف فيك. قول لهم صحة فطوركم وصحة رمضانكم ما تزعموش عليا. هاي كاميرا صحة فطوركم وصحة رمضانكم وما تزعموش عليا. ما تزعموش. الناس راهي تفطر وراهي تشوف فيه. كلهم صحة فطوركم وصحة رمضانكم ما تزعفوش عليا. صحة فطوركم وصحة رمضانكم اخويا وما تزعفوش عليا مرحبا في عنابة. واهلا بكم في عنابة. الله يبارك خويا.
مع نوحة باصية حسين مديقيزية طاحوا عليا خوتي في الزنقة كل يوم حلقة متزعفوش عليا آية في البومبات قاسية ججلي مناصية حي عليا الهضرة كاشية كل شي بالنية على ظهر الغاشية حكمه كل يوم ضحيه في كل ولايه طيحه في المارشيه كل يوم حكايه فاشي ومعايه ما تزعفوش عليا حكمه الجيش لي حكمه